الرحيم، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. رح نبدأ الآن في الدرس الثاني لمادة الفيزياء، اللي هو Describing Motion، اللي هو وصف الحركة. Kinematics in One Dimension، اللي هو Chapter 2. طيب، بداية نبدأ مع هذا التعريف: The study of the motion of an object and the related concept of force and energy momentum from the field of mechanics. اللي هو بيتحدث عندي عن علم الميكانيكس، اللي هو بدرس عندي حركة الأجسام، تمام، والقوة والطاقة والزخم. هاي كلياتها كميات فيزيائية بدرسها علم الميكانيكس، تمام. هلأ الميكانيكس بنقسم عندي لتو بارتس، أو كاستمرلي divided into two parts. البارت الأول اللي هو الكاينيماتيكس، والبارت الثاني اللي هو الداينامكس. اللي انتو راح تاخدوه حاليا اللي هو الكاينيماتيكس. طب شو الفرق بينهم؟ الكاينيماتيكس هو the study of the motion of objects regardless the cause of motion. إذا احنا في علم الكاينيماتيكس بندرس حركة الأجسام. شو يعني regardless؟ regardless بغض النظر أو متجاهلين عن سبب حركتها، تمام. إحنا راح ندرس هون الـ velocity، راح ندرس الـ acceleration، ما راح ندرس إنه شو سبب الحركة لهاي الأجسام. فقط إحنا راح ندرسها وهي متحركة، ما راح ندرس إنه شو السبب اللي خلاها تتحرك. بينما علم الـ dynamics اللي هو study of motion of objects with the cause of motion اللي هي الفورس. إذا رح ندرس حركة الأجسام، الفيلوسيتي والأكسلريشن، بالإضافة إلها اللي هي الفورس. إذا الكاينيماتكس والداينامكس الفرق بيناتهم اللي هو consideration of cause of motion or ignoring the cause of motion. الكاينيماتكس ignoring the cause of motion. شو يعني ignoring؟ يعني يتجاهلها أو بغض النظر عنها. بينما الداينامكس لا، إحنا بدنا ندرس حركة الأجسام وبدنا ندرس سببها. طيب هلا reference frames and displacement. في عنا شيء ضروري جدا إن نفهمه اللي هو شيء اسمه reference frames. هلا الreference المقصود فيها اللي هو المرجع، شيء مرجعي. دائما في عنا شيء مرجعي. أنا حتى أعرف إنه فرضا أنا جبت 70 في المادة، حتى أعرف أنه هاي 70 is good or not، أنا برجع لشو؟ برجع ل mark of success، صح؟ اللي هي علامة النجاح، اللي هي فرضاً 50%. ساعتها بعرف أنه 70 is good or not. بينما لو جبت 30 أنا بعرف أنه العلامة bad، تمام؟ إذا دائماً في عندي reference. هلأ كمان للكميات الفيزيائية أو الفيزيكال quantities في عندي reference. Any measurement of position، position اللي هي الموقع، distance أو بين قوسين displacement. لحد الآن راح نعتبر لحد الآن يعني إنه distance وال displacement اللي هي المقصود فيها المسافة، لكن راح نلاحظ كمان شوي إنه في فرق بين ال distance وال displacement. كمان عندي speed velocity اللي هي السرعة، لكن كمان في عندي فرق جوهري ما بين ال speed وال velocity. must be made with respect to a reference frame or a frame of reference. إذن في عندي شغلة ضرورية جدا إني أفهمها اللي هي الـ frame of reference أو reference frame. خلينا نتعرف على الـ reference frame من خلال هذا الـ example. فرضا في عندي train اللي هو قطار، أنا موجودة داخل هذا القطار، تمام. أنا جالسة هون، جالسة داخل الترين. طبعا هذا الترين بيتحرك بسرعة 80 كيلومتر بير أور، هاي اللي هي الترين سبيد. سرعة القطار 80 كيلومتر بير أور. طيب فرضا كان في عندي بيرسون، suppose a person walks past you، يعني شخص مشي أمامك بسرعة 5 كيلومتر بير أور. في عندي شخص موجود هون مشي أمامي
سرعة هذا person speed تساوي 5 كيلو متر بير اور. تمام، اذا ملخص الموضوع انه في عندي ترين، هذا ترين سرعته 8 كيلو متر بير اور، انا موجود داخل الترين، في عندي شخص مشى امامي بسرعة 5 كيلو متر بير اور. طيب هلا هاي ال 5 كيلو متر بير اور وال 8 كيلو متر بير اور كيف بدي افهمها؟ لو انطلب مني فرضا احدد السبيد، خلينا اعتبر نفسي انه انا 1 او هذا الشخص 1 وهذا 2، بدي اطلع السبيد اوف البيرسون. هلا الشخص الثاني هذا سرعته 5 كيلو متر بير اور، تمام، بالنسبة لمين؟ بالنسبة للترين. تمام، إذا the speed of person 2 is 5 كيلومتر بير أور، لكن هاي ال 5 كيلومتر بير أور بناء على شو قستها؟ قستها إنها سرعته 5 كيلومتر بير أور بالنسبة للترين، relative to ترين. تمام، هلا الاشخاص اللي موجودين داخل الحافله المتحركه، يعني الشخص البيرسون 1 اند بيرسون 2 لهم نفس سرعه الترين، يعني لهم سرعه 80 كيلو متر بير اور. تمام، لكن هاي السرعه بالنسبه لمين؟ سرعتهم 80 كيلو متر بير اور، سواء الشخص اللي جالس والشخص اللي واقف عم يتحرك، الاثنين لهم سرعة 80 كيلو متر بير اور اللي هي سرعة القطار، ولكن نسبة لمين؟ relative to the ground، بالنسبة للأرض، لأنه الأرض ثابتة والترين هو اللي عم يتحرك. تمام، إذا الشخص الأول والشخص الثاني سرعتهم 80 كيلو متر بير اور نسبة للجراوند، لكن في عندي الشخص الثاني اتحرك هلأ بسرعة مقدارها 5 كيلو متر بير أور، بالنسبة لمين؟ هو مشي بهاي السرعة نسبة للترين اللي أصلاً متحرك. فبالتالي لو انطلب مني أطلع the speed of person number 2 شو بتكون عندي سرعته؟ تكون عندي سرعته هي ال 80 كيلو متر بير أور اللي هي سرعة الترين، لأنه هو حاليا حتى لو كان الشخص الثاني فقط هو واقف من غير أي حركة، هو له سرعة مقدارها 80 كيلو متر بير أور بلس ال 5 كيلو متر بير أور اللي هو قاعد عم يتحركها بالنسبة للترين. إذا النت سبيد له هي 85 كيلو متر بير أور. تمام، طيب هلا أنا لما حكيت relative to train relative to ground، هاي اللي هي المقصود فيها the frame of reference اللي هي المرجع أو الإطار المرجعي. أنا نسبت يعني ال 5 كيلومتر مش هي سرعة الشخص رقم 2، لو حكينا إنه سرعته هي 5 كيلومتر بير أور هي خطأ. ليش؟ لأنه هاي هي reference to train relative to train، تمام، وإنما total speed له هي 85 كيلومتر بير أور. طيب هلا لو بدي احدد الموشن of an object we must specify a reference frame، اذا دائما لازم نستخدم اطار مرجعي. هلا عاده احنا بنستخدم الكوردينيت سيستم او له اكثر من تسميه، اما كارتيزيان كوردينيتس اللي هو من خلال الازواج المرتبه او الاوردر اللي هي اكس واي، تمام، كمان بنسميها اكس واي coordinate، كمان إلها اسم آخر اللي هي rectangular coordinate. هاي كلياتها تسميات لنفس المسمى اللي هي هذا المستوى الديكارتي أو الكارتيزيان coordinates، هو عبارة عن two lines perpendicular، الجهة اللي في الأعلى هي north positive y وللأسفل هي negative y اللي هي south، لا اليمين هي البوزيتيف x أو الايست، للشمال هي الوست النيجاتيف اكس. طبعا عندي النقطة المرجعية اللي هي الاوريجين او بنعتبرها
تمام. إذا الأوبجكت بنحددها بالنسبة ل reference frame. هلا any point موجودة في هاي الريجن، هاي المنطقة، طبعا اللاينز هدول أو المستوى الديكارتي عمل عندي 4 regions 1 2 3 4، تمام. هاي يعني مراجعة للمعلومات اللي أخذناها في المدرسة. any point in region 1 بتكون عندي إحداثياتها أو الـ coordinates إلها positive x positive y، صح؟ لأنها هي موجودة في الريجن اللي الـ x فيها positive والـ y فيها positive. هلأ any point في الريجن 2 بتكون عندي الـ coordinates إلها أو الـ coordinates negative x و positive y. any point in region 3 بلاحظ هون عندي هي محصورة ما بين negative x و negative y، إذا بتكون عندي negative x و negative y. هل any point in the region number 4 هي positive x و negative y. إذا هاي هي ال coordinates، تمام. هاي إذا أنا بحدد ال position لل objects بناء على reference frame. ال reference frame عندي هو ال cartesian coordinate. طيب for one dimensional motion لحركة في اتجاه واحد راح نستخدم الـ x-axis للتعبير عن التغير الـ position للـ object أو to describe the motion، تمام. يعني فرضا عندي سيارة، السيارة وين بتتحرك؟ بتتحرك على الطريق، تمام. حتى أعبر عن الـ position الخاص فيها راح أستخدم الـ x-axis في هذا الشكل، تمام. Then the position of an object at any moment is given by its coordinate. يعني اللي بدي أحكي إنه السيارة قطعت 70 كيلومتر، أنا أكيد رح أعرف إنه 70 كيلومتر along the x-axis، أكيد مش على طول ال y-axis. y-axis يعني بشكل عمودي. طيب هنا بدنا نميز ما بين مجموعة من ال definitions، ال physical definitions اللي هي، خلينا ناخد أول واحدة، بدنا نفرق ما بين ال distance وما بين displacement. هلأ في اللغة العربية ممكن الاثنين ممكن نطلق عليهم كلمة المسافة، لكن physically بيختلفوا عن بعض. خلينا نشوف شو الفرق. The distance is the actual total distance traveled by an object regardless of the direction. إذا هي عبارة عن المسافة الكلية المقطوعة. بنلاحظ السيارات دائما بنسأل عن المسافة المقطوعة، شو معناها؟ معناها الرحلات، مجموع الرحلات كلياتها اللي لفتها لحد الزمن اللي احنا قسنا فيها أو اللي إجينا نعرف فيها المسافة اللي قطعتها. إذن هي المسافة الكلية، يعني المسافة التراكمية اللي قطعتها هذا الأوبجكت. بينما الـ displacement is the difference between the initial and final position، هي الفرق ما بين الموقع الابتدائي والموقع النهائي للأوبجكت. يعني خلينا نوضح، فرضا كان عندي هذا الأوبجكت هون، هاي نقطة البداية، كان عندي سيارة انطلقت من النقطة A، مشيت هاي المسافة كانت هي عندي عبارة عن 70 متر، تمام. بعدين ردت رجعت لنقطة اللي بدأت منها، يعني معناها إنها قطعت كمان 70 متر، واضح. إذن نقطة البداية اللي هي A، خلينا نعتبر X1 اللي هي هاي النقطة، ونقطة النهاية اللي وصلت لها اللي هي X2، تمام. هلأ مقدار الديستانس اللي قطعتها اللي هي حسب الديفينيشن اللي هي الـ actual total distance المقطوعة من خلال الـ object،
اللي هي مشيت 70 في هذا الاتجاه، بعدين ردت رجعت 70. إذا الديستنس هي 70 بلس 70 equals 140 متر. هلا لو جينا نعرف الديسبليسمنت، الديسبليسمنت هي الفرق ما بين موقعها النهائي وموقعها الابتدائي. بنلاحظ أن موقعها النهائي هو نفس موقعها الابتدائي، بالتالي هل صار في عندي تغيير في الموقع؟ لا. فإذا الديسبليسمنت هي 0 متر، تمام؟ هذا الفرق ما بين الديستنس والديسبليسمنت. خلينا هون ناخذ اكزامبل. For example, a person walks 70 meter to the east. طبعا احنا دائما مرجعنا اللي هي نقطة الأوريجين، هاي النقطة. البيرسون مشي 70 متر to the east اللي هي هاي المسافة، باتجاه الإيست اللي هي بهذا الاتجاه، واضح؟ And then turns back and walks 30 متر. يعني الشخص مشي 70 متر بعدين رجع 30 متر، مشي 70 متر بعدين رجع 30 متر. يعني منطقيا او رياضيا انه صار موقعه النهائي بيبعد 40 متر عن نقطة الانطلاق، صح ولا لا؟ إذا شخص بدأ من الأوريجين مشي 70 متر to the east بعدين returns 30 متر to the left. left معناها هو يبعد 40 متر عن نقطة الأوريجين. هلأ كم التوتال ديستانس أو الديستانس كم تساوي؟ أكان الديستانس هي الأكتوال ديستانس ترافلد أو الأكتوال لينث ترافلد اللي هي 70 وبعدين رجع 30. إذا الديستانس هي 70 بلس 30 اللي هي equals 100 متر. هاي اللي هي الديستانس. طيب نيجي نتعرف على الديسبليسمنت. هلا دائما نلجأ ل الإحداثيات. بدأنا من 0 0، تمام، اللي هي عند x، خلينا نحطها x equals 0. بدأنا من x equals 0، إذا هاي النقطة هون كانت x 1 اللي هي نقطة البداية equals 0. طيب هلا بعدين مشي الجسم أو الشخص مشي 70 متر بعدين رجع 30، فإذا هاي النقطة، هي x 2 أو ال x final اللي هي الموقع النهائي. طبعا موقع النهائي نسبة لمين؟ نسبة لنقطة البداية. إذا هاي النقطة هي إكس فاينل. كم الإكس فاينل؟ كم بعدها عن نقطة البداية الأوريجين؟ بعدها 40 متر. إذا إكس 2 equals 40 متر. Displacement equals إكس 2 minus إكس 1 وهي تساوي 40 متر minus 0 equals 40 متر. إذا displacement equals 40 متر لأنها الفرق ما بين الفاينل بوزيشن والانيشيال بوزيشن. إذا طبعا هون حكينا 40 متر، الديسبليسمنت 40 متر، كمان لازم نحدد اتجاهها. هاي ال 40 متر to the east بأي اتجاه؟ هي باتجاه الشرق. كيف يعني الشرق؟ يعني هي باتجاه الشرق من الأوريغون، تمام؟ نوضحها بلون ثاني، إنها الموقع النهائي هو باتجاه 40 متر باتجاه الشرق، تمام؟ إذا لازم أحدد وين اتجاهها. هنا بيظهر عندي الفرق الثاني ما بين الديستانس والديسبليسمنت، إنه الديستانس هي magnitude quantity بينما الديسبليسمنت هي vector quantity. إذا displacement is a vector quantity، تمام؟ إذا الـ distance هي magnitude quantity، يعني كمية رقمية، فقط بعبر عنها بالرقم. distance 200 كيلومتر، تمام؟ بينما الـ displacement
هي فيكتور. شو يعني فيكتور؟ يعني بدي أعبر عنها بماجنيتيود، برقم، وبدايركشن، اتجاه. تمام؟ يعني لازم أعبر عنها ب 40 متر to the east. لازم أحدد الاتجاه دائما. هنا إذا ظهر عندي two definitions أو differences، في عندي magnitude، magnitude value، وفي عندي vector value. الماجنيتيود اللي هي القيمة الفيزيائية اللي بعبر عنها فقط في الرقم، الفيكتور بعبر عنها بماجنيتيود ودايركشن. هلا في عندنا كمان الشيء الثاني بدنا نميزه اللي هو السرعة. طبعا في عندي شيء اسمه average speed، وفي عندي شيء اسمه average velocity. كمان هدول بدنا نفرق بيناتهم. هلا في العربي الاثنين سرعة، كلغة عربية ترجمة السبيد هي أو الفيلوسيتي هي السرعة، ولكن فيزيكلي بيختلفوا عن بعض. طيب الأفريج سبيد، ننتبه للسبيد، هي total distance traveled divided by time elapsed. time elapsed اللي هو الوقت المستغرق. هلا الأفريج فيلوسيتي، الأفريج فيلوسيتي اللي هي displacement. إذن velocity هي displacement over time ellipsed. طبعا displacement هي x final minus x initial على t final minus t initial، أو delta x over delta t. طيب هلأ بما إنه ال average velocity اعتمدت على displacement اللي هي vector quantity، شو هي يعني vector quantity؟ يعني كمية بتعتمد على الماجنتيود وبتعتمد على الدايركشن. فإذا الأفريج فيلوسيتي هي أيضا فيكتور كوانتيتي. تمام؟ طيب هون بحكي لي in the previous example the distance was 100 متر while the displacement was 40 متر. تمام، هذا اللي حليناه حاليا. الآن the distance 100 متر والديسبيسمنت 40 متر. طيب هون لو طبعا هون مش ذاكرين في السؤال، ولكن على فرض إنها التايم إليبت، أو افترضنا تايم equals 70 second. هلا الأفريج سبيد هي التوتال ديستانس أوفر تايم إليبت. الأفريج سبيد اللي هي 100 متر اللي طلعناها قبل قليل على 70 اللي هي التايم. ننتبه هون ال 70 مش الرقم اللي هذا اللي قطعه، لا، يعني يا ريت انه كان المثال انه مختلف في الرقم، لكن ننتبه انه ال 70 مش هاي المسافة، لا، ال 70 هي تايم 70 سكند. بيطلع عندي 100 over 70 1.4 متر بير سكند. هلا الافريج فيلوسيتي بنعطيها الرمز في بهذا الشكل باللاتيني وعليها خط، هاي الخط دائما معناها افريج equals ال displacement. كم كانت عندي displacement 40 متر over 70 second، تطلع عندي 0.57 متر per second. ملاحظة جدا مهمة إنه دائما ال average velocity إما تساوي ال average speed أو أقل منها، ما بتطلع عندي أكثر. تمام؟ طيب ناخذ هذا ال example. A car travels at a constant speed، سرعة ثابتة. طبعا هاي فيزيائيا إلها معنى، شو يعني سرعة ثابتة؟ هاي السرعة هي 50 كيلومتر بير أور for 100 كيلومتر. إذا for 100 كيلومتر لما يعني ظلت بسرعة ثابتة مقدارها 50 كيلومتر بير أور، قطعت فيها 100 كيلومتر. تمام، إذا في هاي السرعة اللي هي 50 قطعت مسافة 100 كيلومتر. It then speeds up to 100 كيلومتر per hour، يعني السرعة زادت إلى 100 كيلومتر per hour for another 100 كيلومتر، لمسافة أخرى اللي هي 100 كيلومتر. What's the car's average speed
for the whole trip. بدنا معدل سرعة السيارة للرحلة كاملة. طبعا أول خطأ ممكن يرتكبه الطلاب إنه شو يعملوا، بيحكي الأفريج هي مجموع التو سبيدز تقسيم اثنين، اللي هي 50 بلس 100 over 2 equals 150 over 2 وتساوي 170، إيه لا تساوي 75 كيلو متر بير أور. وهذا الحكي خطأ، وطبعا هذا في حال إنه السؤال multiple choice في الامتحان، يعني اختيار من متعدد، راح تلاقي هذا موجود من ضمن الخيارات، لأنه هم عارفين كيف بفكروا الطلاب. إني أحسب الأفريج velocity بهاي الطريقة خطأ، لأني أنا هون ما أخذت بعين الاعتبار المدة الزمنية اللي استغرقتها السيارة لقطع كل واحدة من هاي المسافات. بداية لازم أحسب T1 المسافة الأولى اللي قط... أو المدة الزمنية اللي استغرقتها السيارة بسرعتها الأولى، وبعدين أحسب T2 اللي هي المدة الزمنية اللي استغرقتها السيارة بسرعة 100 كيلومتر بير أور حتى تقطع 100 كيلومتر. هيك بيكون أنا عندي المسافة الكلية والتايم الكلي، ساعتها بطلع الأفريج سبيد. إذن بطلع T1 اللي هو الزمن اللازم حتى البارت 1 of the trip، تمام، الزمن اللي استغرقته السيارة وهي في سرعة 50 كيلومتر بير أور وقطعت فيها 100 كيلومتر. كيف بحكي؟ مش أنا بعرف إنه السرعة equals المسافة على الزمن. طيب أنا بدي التايم، بدي التايم شو بعمل؟ بقلب المعادلة، عفوا هاي مش إكس، هاي اللي هي الفيلوسيتي. الفيلوسيتي equals المسافة اللي هي إكس over تي إكس اللي هي المسافة، تي اللي هي التايم. أنا بدي التايم، هذا هو المجهول، بينما هاي معطاة عندي والإكس معطاة عندي. شو بعمل؟ بخلي المعادلة بضرب ضرب تبادلي، هاي مع هاي وهاي مع هاي، صير عندي T equals X over V، تمام؟ طيب إذا تصير عندي هون T1 equals delta X over V bar اللي هي نفسها اللي هي الأفريج فيلوسيتي، لأنه هو حكالي هي عبارة عن constant speed 50 كيلومتر بير أور، هون حط لنا إياها V bar equals المسافة اللي هي المسافة الأولى 100 كيلومتر. إذا 100 كيلومتر over السبيد اللي هي 50، إذا هون 50 كيلومتر بير أور، 100 كيلومتر اللي هي هاي over 50، 100 تقسيم 50 بيعطيني 2 hours، هاي اللي هي T1. هلا the time for the second 100 كيلومتر أو اللي هي T2، خلينا نطلع T2 اللي هي delta x over v bar equals delta x اللي هي 100 كيلومتر divided by، بالدفتر هي مكتوبة 50 كيلومتر بير أور لكن هي خطأ، السرعة هي 100 كيلومتر بير أور حسب نص السؤال. طبعا كيف تأكدت إنه الخطأ كان في التطبيق هون؟ إنه الإجابة مكتوبة في الدفتر 1 أور، تمام؟ إذا الزمن اللي استغرقته السيارة للفترة الثانية اللي هو 1 أور. إذا هلأ صار عندي الزمن الكلي للرحلة كلها هو 2 hours plus 1 equals 3 hours. طيب هلأ دلتا إكس كاملة اللي هي 100 كيلومتر plus 100 كيلومتر يعني 200 كيلومتر. إذا الـ average speed تساوي الـ total distance على التوتال تايم، تمام، اللي هي 100 بلس 100 اوفر 2 بلس 1 اللي هي 3 اورز، بيطلع عندي الجواب تقريبا 67 كيلومتر بير اور. طبعا انا كنت بفضل انه هلا في هاي الحاله كونه ما في عندي ازاحه، ما في عندي حكالي انه الجسم راح ورد رجع، وانما ظل مستمر في نفس الطريق في نفس الباثوي، تمام، بتكون عندي الـ average velocity هي نفسها speed،
عشان هيك حط لي في بار، عشان يعني بعض الطلاب ممكن يتساءل انه حكى لي سبيد كيف احط في بار، بما انه ما في عندي تغير في اتجاه الحركة، فبالتالي اي واحدة فيهم حطيت عادي. اذا وضحت انه طريقة الحل بهاي الطريقة اجمع السرعات واقسمها اثنين، هاي خطأ. طيب نيجي هون ل ديفينيشن خاص بالفيلوسيتي اسمه instantaneous velocity، او اللي هي السرعة اللحظية. تمام. هلا بنلاحظ انه احيانا خلال الطريق، فرضا واحد كان امامه اشارة ضوئية، كان ماشي في الطريق بسرعة ثابتة، بعدين شاف انه الاشارة قربت تصير للون الاحمر، شو بيعمل؟ بسرعة حتى يتجاوزها، مش هيك؟ إذا هون صار في عندي تغير لحظي في السرعة. تمام؟ هاي التغير اسمه instantaneous velocity is defined as the time rate of the displacement change، اللي هو التغير السرعة عند لحظة معينة، وهو يتم تعريفه بالمشتقة v equals dx over dt. يعني في هاي الحالة هو شو بيعطيني؟ بصير بيعطيني ال function ل x، بيعطيني x equals فرضا 3t squares minus 2t إلى آخره. بطلب مني v instantaneous، شو بعمل؟ ال v instantaneous اللي هي بتساوي dx over dt، يعني بدي أشتق x مشتقة البولينوميال اللي هو كثير الحدود، بصير عندي 6t minus 2. تمام. بكون طالب مني فرضا ال v in second 2، يعني بعد ثانيتين السرعة، بعد ثانيتين بحكي v instantaneous equals 6، بعوض مكان t 2 minus 2 بيعطيني 12 minus 2 equals 10، طبعا حسب الوحدة متر بير سكند. تمام. إذا هون السرعة عند لحظة معينة، وبوجد ال v instantaneous من خلال اشتقاق ال function. طبعا هون بيكون عندي ال displacement أو ال distance بشكل function. تمام. طيب uniform velocity لما يعطيني هاي الكلمات مهمة أعرف شو دلالتها، عشان في الأسئلة الحل لما بحكي لي uniform velocity إنه السرعة منتظمة، شو يعني منتظمة؟ يعني ما صار فيها تغير لحظي، معناها سرعتها في أي لحظة هي ال average velocity. If the velocity is changing during the motion، إذا كان في عندي هون بمشي بسرعة بعدين بطأ، معناها السرعة بتتغير، بعدين رجع مشي سريع، هون في عندي changing during the motion، فإذا الـ average velocity لا تساوي الـ instantaneous. تمام؟ هلأ نيجي نتعرف على ثالث بار أو physical quantity اللي هي الـ acceleration، التسارع. التسارع هو تغير السرعة خلال مدة زمنية. الـ velocity كانت تغير المسافة خلال مدة زمنية، بينما الـ acceleration اللي هو تغير السرعة. لما تكون عندي سيارة ماشية بسرعة 70 كيلو متر بير أور، وبعدين صارت بسرعة 100 كيلو متر بير أور، بلاحظ إنه السرعة تغيرت من 70 إلى 100، يعني رقم أكبر، فبالتالي the car is accelerate. هون بصير في عندي acceleration. تمام. هذا بحكي لما فرضا السيارة تيجي بدها تتجاوز إشارة ضوئية، أو بدها تمشيها تقطعها قبل ما إنها تصير حمراء، بينما لو كانت عندي الكار ماشية بسرعة 70 كيلو متر بير أور، وبعدين صارت عندي تمشي بسرعة 40 كيلو متر بير أور، بلاحظ إنها كانت من الرقم الأعلى للرقم الأقل، فبالتالي هي تباطأت. هون بسميها deceleration، تباطؤ. تمام. بينما هون acceleration.
إذن الـ average acceleration is defined as the change in velocity divided by the change in time. Average velocity يساوي delta V over delta T اللي هي السرعة النهائية فرضا اللي هي هنا 100 minus V1 اللي هي 70 على فرق الزمن ما بين التسارعين ما بين السرعتين. يعني هون كان عندي الثانية زيرو فرضا، وهون بعد 5 ثواني فرضا، تمام؟ بتصير عندي 5 minus 0. هاي كا example، بتصير عندي 5 minus 0. طبعا الـ average velocity ممكن تكون positive في حالة الـ acceleration، وممكن تكون negative مثل هون في حالة الـ deceleration. طيب نيجي هون للـ instantaneous acceleration، نفس الكلام. is the time rate of the change in velocity، إذن هي معدل التغير في السرعة. كمان نفس الكلام A instantaneous، أو ممكن نكتبها A لحالها، هي مشتقة الـ velocity dV over dt. فهاي الحالة إما بكون معطيني x بدلالة t فرضا A t للباور، فرضا هذا example يعني مش قاعدة، plus B t 2 minus A c. ساعتها هون راح أشتق velocity اللي هي تساوي dx over dt، هيك أنا طلعت ال velocity. بعدين بشتق ال velocity يعني بتصير عندي A equal dV over dt اللي هي d square x over dt square، تمام؟ إذا في هاي الحالة إما بيعطيني x كفانكشن أو ممكن يعطيني ال velocity كفانكشن، تمام؟ بس بدلالة x راح تكون فرضا، أوكي؟ إذا في حالة الـ instantaneous acceleration بيعطيني إما x كفانكشن أو الـ velocity كفانكشن. إذا أعطاني x كفانكشن بدي أشتق مرتين، أول مشتقة هي الـ velocity، ثاني مشتقة هي الـ acceleration. إذا أعطاني الـ velocity كفانكشن بشتق فقط مرة واحدة اللي هي dv over dt. خلينا ناخذ هذا الاكزامبل. A car accelerates on a straight road in 5 seconds. يعني في عندنا car accelerates كانت في position ابتدائي هون x1 خلينا نعتبرها، وصلت عندي لهون خلال مدة زمنية مقدارها 5 seconds. إذا هاي التوتال تايم. accelerates from rest to 75 كيلومتر بير اور. كلمة rest معناها ال velocity equals zero دائما وأبدا. rest معناها ال velocity equals zero. إذا الكار هون ال velocity إلها equals zero، وباللوكيشن هذا ال velocity نعتبر هاي 1 وهاي 2 equals 75 كيلومتر بير اور، طبعا خلال تايم مقداره 5 seconds. What is the magnitude of the average acceleration؟ كم هو معدل التسارع؟ شو يعني معدل التسارع؟ يعني خلال كل ثانية كم تغيرت سرعتها؟ خلال كل ثانية كم تغيرت السرعة؟ شو بحكي؟ الـ average acceleration equals v2 minus v1 على t2 minus t1. طبعا t2 minus t1 اللي هو delta t، المدة الزمنية المستغرقة. V2 هي 75 minus 0 اللي هي الكار at rest divided by 5 seconds بيعطيني 15 كيلومتر بير اور بير سكند. يعني كل ثانية هاي كانت عندي at rest، بعد ثانية واحدة زادت السرعة ل 15، بعد ثانيتين صارت عندي السرعة كمان زادت كمان 15 عن الرقم اللي قبلها يعني صارت 30، بعد 3 ثواني صارت عندي 45، بعد 4 ثواني صارت عندي 60، بعد 5 ثواني صارت عندي 75، تمام؟ هذا هو المقصود عندي هون. إذا كل ثانية عم بتزيد عندي السرعة 15 كيلومتر بير أور. هذا هو شرح هذا الدرس Basics
ضروري جدا جدا بعد ما تحضر الشرح أن تدرسوا الدرس وتعرفوا الفرق من ناحية الكلمات، من ناحية الديفينيشنز، ومن ناحية التطبيق كمان. ضروري جدا نعرف الفرق في التطبيق. الموضوع جدا سهل وحلو، لكن ممكن يعني يصير خربطة عند الطالب عند التطبيق. فضروري جدا يعرف الكونسبت الأساسي، الفرق ما بين الديستانس والديسبليسمنت، ما بين السبيد والفيلوسيتي، وما بين وكمان الانستانتينيوس فيلوسيتي، ويعرف عندي الاكسلريشن والانستانتينيوس اكسلريشن. وطبعا نعرف انه احنا دائما بنقيس نسبة ل فريم ريفرنس، وهو عندنا الكارتيزيان كوردينيت او اللي هو المستوى الديكارتي. واحنا دائما حاليا قاعدين عم ندرس بالكاينيماتكس، اللي هو ندرس حركة الأجسام ignoring the cause of motion. بتمنى يكون الشرح واضح. طبعا هذا الدرس والفيزيكس خاصة بحاجة إلى حل أمثلة وأسئلة أكثر، حتى الطالب إنه يصير يتمكن من الأفكار ويصير سريع في الحل. والسلام عليكم، يعطيكم ألف عافية.